اكيد انتوا اتصورتوا قبل كده مع اصحابكم ولقيتوا ان هم مبوظين الصوره، فبدل ما نرمي الصوره دي تعالوا نطلعهم هم بره الصوره وناخد احنا الصوره لوحدينا. فالاول نفتح فوتوشوب. بعد ما فوتوشوب فتح، اول حاجه لازم نعمل نيو فايل كنترول ان، وبعد كده ممكن نسيبه زي ما هو يعني براحتكم زي ما انتوا عايزين. هو انا شايف ان هو السيتنجز اللي هي على الفوتو بتبقى كويسه، فندوس اوكي ونجيب الصوره. هاي الصورة بتاعت مازن والهادي الاثنين في مرسى علم. بس احنا دلوقتي الهادي مثلا في الصورة ومش عايز مازن معاه، مازن مضايقه، فهنشيل مازن من الصورة. نيجي كده على السلكشن تول، لوها اللي فوق اللي عاملة زي الدورية وفيها حبل كده، دوسوا عليها وتعملوا سلكشن حوالين مازن. و لا كده احنا دخلنا على مازن، لازم يبقى سيلكت من بره، ندوس كنترول زد ونعيد. مش لازم تبقى دقيقه ولكن تبقى متحدده من بره، يعني تبقوا بعاد عن الحاجه اللي انتوا عايزين تشيلوها. والكلام ده ممكن تعملوه على اي حاجه، مش لازم شخص، ممكن تعملوه على مثلا لو في باب عايزين تشيلوه، اي حاجه في الصوره عايزين تشيلوها ممكن تعملوا سيلكت عليها وتشيلوها. تمام، دلوقتي عملنا سيلكت عليه ونيجي على الصوره وندوس عليها رايت كليك وندوس ريسترايز لاير. الخطوه دي دايما الواحد بينساها فما تنسوهاش، دوس ريسترايز لاير قبل ما تعملوا اي حاجه في الصوره. بعد كده نيجي عند ايديت وننزل على الفيل. تمام، نيجي عند الفيل وندوس شيفت 5. هتلاقي هنا عندك في الاختيارات كونتنت اوير وفي اختيارات تانية، بس لا احنا عايزين الكونتنت اوير. ولكن لو انت عندك فيرجن احدث من ديت من الفوتوشوب هتلاقي في حاجه اسمها كونتنت اوير فيل، ودي برضو تستخدمها، هي نفس الاستخدام. فندوس اوكي، موضوع سهل بسيط، هتلاقي خلاص مازن اتشال من الصوره. ونيجي على كنترول دي عشان نشيل السلكشن دوت اهو، وطبعا نيجي نعمل بوزيشننج ليه تاني ونظبط شكل الكادر عليه. ولكن لو هو مبسوط بكده انا شايف ان هو احنا بقى في بحر عادي وكل حاجه شكلها اكن مشلناش اي حاجه من الصوره يعني. فاحنا عايزين مثلا نعمل كروب ونظبط الصوره شويه، فندوس على الشيفت علشان نظبط الاسبيكت ريشيو ونشدها كده شويه. مثلا لو هو مثلا هينزلها على انستجرام فهو ممكن يبقى الصوره عنده اهي بس. والموضوع سهل زي ما انتم شايفين اهو، يا دوبك تعملوا كنترول سيف وتاخدوها مثلا بالجي بيج، تدوسوا على الجي بيج وتحطوها في المكان اللي انتم عايزينه وتدوسوا سيف وتختاروا الكواليتي ماكسيمم مثلا. بس خلاص الموضوع خلص على كده، تقدروا تاخدوا الصوره دي وتنزلوها على انستجرام او على فيسبوك او تحطوها على الموبايل حتى معاكم. فالموضوع سهل جدا، وقولوا لي رايكم في التوتوريال دوت، وايه الحاجات اللي انتوا حابين تشوفوها في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.